أيها الشباب اعلموا أنكم عصب هذه الحياة، معقد الأمل، موطن الرجاء. ما من أمة اعتزت إلا بشبابها، ولا تقوم قائمة لأي أمة إلا بسواعد شبابها. لا يقر لها قرار، لا يهدأ لها بال دون تحقيق صلاح الشباب، دون استقامتهم. أيها الشباب، أيها الشباب اعلموا أنكم أمل المستقبل، نهضة الغد، زمن الحاضر. كل الأمم تفخر بشبابها، كل الأمم اعتزت بشبابها، فبالشباب يمكن أن تقوم للأمة قائمة. أيها الشاب، حديثنا عنكم هو حديث لكم وعن مستقبل هذه الأمة.